حتى بكره. طيب محمد الشناوي كمان كان ليه تصريحات مهمه جدا، ويمكن في بعض الاسئله اللي اتوجهت للشناوي الناس استغربت منها شويه لما الناس اتسالت على، او لما الصحفيين الغنيين تحديدا سالوا الشناوي على مباراه الاهلي وميديام الغاني، يعني ايه علاقه مباراه الاهلي وميديام الغاني بمباراه منتخب مصر وغانا. طيب اولا بس الشناوي اكد على اهميه مباراه غانا مشيرا الى قوه اللقاء. قال كمان الشناوي ان بطوله افريقيا متوقع دايما انها يكون فيها هذه المستويات الكبيره. المفاجات اللي حصلت في بعض المباريات الشناوي شايفها ان هي مش مفاجات، لانه قال تحديدا انا اتفرجت على مباريات لبعض المنتخبات قبل ما انضم مع المنتخب، وبالتالي النتائج بالنسبه لي ما فيهاش مفاجات، الكل بيشتغل بشكل كويس. قال كل افراد المنتخب بيركزوا على تفاصيل المباراه ونتمنى نحرز الثلاث نقاط. في رطوبه عاليه ولكن علينا ان احنا نتاقلم على ده، احنا بقى لنا فتره موجودين في ابيجان، ما سافرناش قبل البطوله بفتره طويله ولكن هنتاقلم على ده، واعتقد ده مش هيكون عائق عشان تحقيق الهدف في مباراه غانا. لما اتسال بقى على مباراه الاهلي وميدياما اتسال في فكره مهمه جدا. اولا الصحفي الغاني اللي سال على فكره ان غانا قائمه منتخب غانا فيها اثنين من فريق ميدياما الغاني اللي بيلعب مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا، والشناوي هو حارس مرمى الاهلي في دوري ابطال افريقيا ولعب قدام اثنين لعيبه من منتخب غانا في فريق ميدياما في الجوله الاولى اللي الاهلي كسبها 3-0 على ملعب السلام. السؤال كان تحديدا له علاقه بجوناثان سوا رقم 27 في منتخب غانا، ده مهاجم نادي ميدياما، وحميدو رقم 17 في منتخب غانا، ده لعيب خط وسط في نادي ميدياما. لما اتسال الشناوي على مواجهه اللاعبان قال بالتاكيد فوز الاهلي على ميدياما الغاني ليس له اي علاقه بمباراه مصر وغانا، دي بطوله مختلفه بظروف مختلفه، كل التركيز على المنتخب. يبقى بالتالي لو هتديني مقياس على ان خطوره ميدياما على الشناوي كانت في مباراه الاهلي وميدياما من اللاعبين دول حميدو رقم 17 وجوناثان سوا رقم 27، دي ارقامهم في منتخب غانا، هنشوف بكره التشكيله الاساسيه موجودين ولا مش موجودين، هل ده ممكن يشكل خطر عليا؟ لا، دي بطوله مختلفه عن بطوله دوري الابطال والظروف مختلفه، ده منتخب غير نادي والاجواء نفسها كلها مختلفه. فده كان رد الشناوي على التصريحات او على الاسئله اللي توجهت من الصحفيين من غانا، ويمكن المؤتمر بنسبه 95% كلها اسئله من الصحفيين المنتمين لغانا اللي كانوا حريصين على حضور المؤتمر الصحفي لروي فيتوريا ومحمد الشناوي. طيب ده